مشاهدينا بصبح عليكم مرة تانية وأهلا بكم وموجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. ونبدأ مع فريق النادي الأهلي اللي اختتم تدريباته الجماعية استعدادا لخوض مواجهته المرتقبة اللي هتجمعه أمام فريق ميديام الغاني النهاردة الساعة 6 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا. وعقد السويسري مارسيل كولر محاضرة فنية مع لاعيبة الأهلي قبل انطلاق المران الأخير من أجل التحدث عن عدة أمور فنية خاصة بالمباراة. نادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز أعلن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة أبو سليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم 25 فبراير الجاري باستاد 19 مايو 1956 في مدينة عنابة الجزائرية. وضم جوميز أحمد فتوح للقائمة رغم استمرار خوضه للبرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة. وسارة عمرو حسني وملك حمزة لاعبة منتخب مصر لسلاح الشيش نجحوا في التأهل للدور 128 التمهيدي ببطولة كأس العالم والمقامة في مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي واللي بدأت امبارح وهتستمر حتى 25 من شهر فبراير الجاري. اللاعبة المصرية لانا فتح الله فازت بالمركز الأول للناشئات تحت سن 13 سنة في بطولة فرنسا المفتوحة للسكواش في نسختها 29 واللي بتقام في فرنسا. النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني حصل جائزة أفضل لاعب أيبيري أمريكي لعام 2023 للعام الثاني على التوالي. نادي سلتك الاسكتلندي أعلن اعتزال حارسه الإنجليزي جو هارت لكرة القدم بنهاية الموسم الحالي وده بعد وصوله للعام 37. توني كروس نجم ريال مدريد الإسباني أعلن عودته من الاعتزال الدولي لتمثيل منتخب ألمانيا في بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 على أرض بلاده في يونيو اللي جاي. نادي روما الإيطالي تأهل للدور 16 من بطولة الدوري الأوروبي بعد ما فاز على فريق فاينورد الهولندي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بين الفريقين 1-1 وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب. فريق أينتراخت فرانكفورت الألماني اللي بيلعب بين صفوفه الدولي المصري عمر مرموش خسر أمام فريق سانت جيرواز البلجيكي بنتيجة 2-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم ضمن منافسات إياب دور المغلوب من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي. فريق أرانا الفرنسي فاز على إي سي ميلان الإيطالي بنتيجة 3-2 في المواجهة اللي جمعتهم على ملعب ضمن منافسات إياب دور خروج المغلوب من بطولة الدوري الأوروبي وتأهل إي ميلان رغم خسارته مستفيدا من فوزه ذهابا بنتيجة 3-0.